السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم أحمد سامي، ورجعنا تاني عشان نكمل موضوع الفرونت كنترولر. كنا اتكلمنا وقفنا في آخر مرة عن موضوع الصفح. ادي عملنا عندنا ادي 3 صفحة اباوت وبلوج ونيوز، دول احنا حضرناهم بكل بساطة. ما مش حاجات كبيرة، ما بس مجرد صفحة مكتوب عليها، وادي النافيجيشن عشان تظهر. في الوقت الحالي هما دول مش هيعملوا اي شيء، هما مجرد صفحة استاتيك ملهمش اي وجود اصلا، لان مفيش اي ماب ليهم. ولكن انا عايز اعمل لهم ماب من خلال الفرونت كنترولر. فاول شيء نعمله هو ان احنا لازم نعمل اولا كلاس الفرونت كنترولر. فرونت كنترولر هو سيرفلت كلاس. هنعمله ازاي؟ هنحطه جوه باكج، فلازم نعمل الباكجز بتاعتنا. لو فاكرين احنا بنقسم كل شيء جوه باكجز. لحظة واحدة، ايوه ادي ادي المين. جوه المين دي لازم نحط، عشان بس احنا بنستخدم اكليبس جافا فينش. هيظهر عندي جافا اهو خلاص. في الحالة دي اقدر اعمل الباكج بتاعي بكل اريحية، باكجز، وحتى ظهر عندي فرونت. هاجي قبلها بس واحط كوم دوت فرونت. انا هاجي هنا واقول له فينش. هعمل الفرونت كنترولر بتاعي وهسميه اي اسم، يعني انت اختار الاسم اللي يريحك. انا هسميه مثلا فرونت كنترولر. انت ممكن تعمله كلاس وتكتب كل حاجة يدوي، او ممكن تعمل حاجة ابسط وتيجي بكل بساطة في اكليبس وتقول له نيو، ونقول له سيرفلت، وندي للسيرفلت ده نيم اللي هو يبقى الفرونت كنترولر. تمام. وبعد كده ادي البروجكت، ادي السورس، ادي الباكجز، ادي السيرفلت، وادي الكلاس نيم. تمام. ونكست. هنا بتختار اسم السيرفلت بتاعك هيبقى ايه، عايز تخليه فرونت كنترولر بتخليه، عايز تخليه كنترولر بتخليه. هنا بتختار اليو ار ال مابنج للكنترولر ده، علشان من خلاله السيرفلت يقدر يحدد الريسورسز اللي هو عايزها، لان هو كل حاجه هتمر من خلال الفرونت كنترولر ده، فلازم يبقى ليه يو ار ال عشان هو اللي هيستخدم كريسورسز. فعايز تخليه كده بتخليه، عايز تعدله بتعمل له اديت وتبدا تكتب اللي انت عايزه. فانا مثلا عشان نساعد الموضوع هنسميه بس كيو ار ال فرونت. اوكي نكست. بتختار هنا ايه هي مجموعه الميثودز اللي انت محتاجها في الجي اس بي دوت. عاده الانيت انت بتستخدمه عشان تحط اي شيء خاص بالانيشاليزيشن في الداتابيز مثلا، اي ريسورسز انت محتاج تعمل لها انيشاليز بتحطها جوه انيت. اي كلين عايز تعمله للابلكيشن بتاعك بعد ما بيخلص بتحطها جوه ديستروي. عاده احنا بنستخدم دو بوست ودو جيت، لان هو السيرفلت نفسه كصفحه جي اس بي ما بتستخدمش فيها دو ديليت ودو هيد ودو بوت والحاجات دي، ولكن من خلال الدو بوست والدو جيت احنا نقدر نستخدم باقي الاوامر الاخرى، وده اللي احنا هنشوفه في المستقبل. فعلشان نسهل الموضوع انيت وديستروي مش هعمل لهم اي امبلمنت، اختار بس دو جيت ودو بوست وفينش. اللي هيحصل دلوقتي هتعمل لنا كرييت لي بالظبط. ادي الكلاس بتاعنا. هنا حصل حاجه اسمها مابينج من خلال الاكس ام ال، وده هتلاقيه فين؟ لو رحت عند الويب اب هتلاقي عندك هنا ويب انف، جواه في ويب دوت اكس ام ال. ادي الكنترولر بتاعك اسمه فرونت كنترولر، وادي السيرفلت كلاس بتاعك اللي هو كلاس الفرونت كنترولر، وادي السيرفلت نيم. السيرفلت نيم ده اللي بيستخدم عشان اول ما يجي مني على الفرونت اند شيء يو ار ال بينتهي ب فرونت، اوتوماتيكلي السيرفلت نيم دوت هيطلع فوق هنا عند السيرفلت نيم ده ويطبقه، بناء عليه هيبدا يستدعي الكلاس دوت عشان يقدر يستدعي الحاجات اللي جواه، او اللي تقدر تقول الكود اللي انت كاتبه عشان تعمل له اكسكيوت عشان يشتغل. هي دي فكره السيرفلت نيم اللي هنا، هو مربوط بالسيرفلت ده، وده اليو ار ال اللي هيجي من الفرونت اند، وده كنا شرحناه في موضوع التوم كات ازاي التوم كات بيشتغل. تمام. كده احنا عرفنا الجزء بتاع اليو ار ال مابنج، مش محتاجين الويب اكس ام ال في حاجه حاليا. في عندك طريقتين لو تفتكر، في عندك انوتيشن، احنا ممكن نلغي كل الكلام ده ونروح اصلا هنا ونقول له ات ونحطهم هنا. ولكن مش هنخسر حاجه، هي هنا زي هنا، يعني انت ممكن تعمل كده بكل بساطه ات ويب سيرفلت ام ات ويب سيرفلت
وهي تفتح كوس وتدي له نيم وخلاص، وتحدد كده مثلا تقول له فرونت. ثاني ده لا هو مش فرونت، هو اليو ار ال باترن. ايوه اليو ار ال باترن اللي انت بتحدده له اللي هو ده فرونت، وده انت اسم السيرفلت لو انت عايز تستخدمه في حاجه تاني زي ما احنا مستخدمينه في الاكس ام ال. فانت عندك كده طريقتين، ممكن تستخدم الانوتيشن وممكن تستخدم الاكس ام ال، انت بتستخدم اللي يريحك فيهم او بناء على الابلكيشن بتاعك شغال ازاي. تمام. انا دلوقتي الفرونت كنترولر ده بيشتغل بناء على ايه؟ الفرونت كنترولر بيشتغل بناء على بارامتر هيجي على موضوع الكنترولر ده. بمعنى لو نفتح الويب اكس ام ال بشكل سريع، انا اي بارامتر هيجي لي كده من الفرونت اند على سبيل المثال مثلا هقول له كنترولر يساوي وهدي له اسم نيم معين للريسورسز اللي انا محتاج الفرونت كنترولر يستدعيها لي اللي هي هتكون مخزنه عندي. فهو ده فكره الفرونت كنترولر، هو ان انت بتستخدم بارامتر زي كده علشان تستدعي من خلالها الريسورسز اللي انت محتاجها. فبناء عليه عشان تستخلصوا من الريكوست، فانا هاجي هنا واعمل بكل بساطه برايفت ستاتيك فاينل، وهقول له كنترولر نيم. انا ما حددتش. طيب تمام، سترينج كنترولر نيم، وبكل بساطه هاجي هنا واقول له كنترولر مش اكتر من كده، واقفل القوس. ليه انا عملت الحركه دي؟ حالا هنشوفها مع بعض. طيب ده الكلاس مش محتاجه انا حاليا في حاجه، ممكن الغي الكلام ده كله كده. بالنسبه لي ده الدو جيت والدو بوس مش محتاجهم برضو في حاجه في الوقت الحالي. سيرفت ات مش محتاجه في حاجه، شيل الكلام ده. انا بعمل بس مجموعه نظافه. تمام. في عندنا دلوقتي ريكوست وريسبونس، انا محتاج اعمل لهم بروسيس، والبروسيس دوت هو معناه ان انا هبعت ابدا اجيب الكنترولر اللي انا محتاجه واشوف الكنترولر ده هيروح فين. فانا بكل بساطه هاجي هنا واعمل ميثود تانية واسميها برايفت، برايفت مثلا void، وهقول له برايفت void وهقول له بروسيس مثلا ريكوست. تمام كده انا قلت له يعني خلص لي الريكوست ده. هفتح القوس واديله نفس موضوع ال HTTP اللي هنا دول اللي هما الريكوست والريسبونس بتوعنا اللي هيجوا من الفرونت اند. تمام دلوقتي ده الريكوست والريسبونس بتوعنا. بشكل مبدئي انا عايز اتاكد ان الفرونت كنترولر شغال. هتاكد ازاي؟ بكل بساطه هو ان انا هستخرج من الريكوست اسم الكنترولر او البارامتر اللي هتبقى شايله اسم الريسورسز اللي انا محتاجها جوه، وهسميه مثلا هنا سترينج كنترولر. ممكن مثلا تسميه كنترولر يساوي، وهتقول له بقى ريكوست ريكوست دوت جيت بارامتر، وهتقول له اسم البارامتر دي اللي هو الكنترولر نيم. عشان بس نتأكد ان هو ده المطلوب بتاعنا نقول له اس اوت، هنقول له كنترولر از يساوي كنترولر. طيب ده بشكل مبدئي كده. انا محتاج اعمل بروسيس للريكوست. بما ان في كل الحالات الدو بوست هي اصلا بتنادي على الدو جيت، فده معناه ان انا ممكن احط بس البروسيس ريكوست بتاعي دي جوه ميثود واحده بس الا وهي الدو جيت. وادي الريكوست وادي الريسبونس. تمام كده انا حضرت الجزء ده، يبقى كده عرفنا ان هنا هيتم البروسيس للريكوست كله. اي شيء في الدو جيت والدو بوس كده مش محتاج اعمل اي حاجه تاني، هما كده خلاص فاضي. لان اللي هيحصل كالتالي، هيجي الريكوست هنا هيدي للبروسيس ريكوست، هيقوم واخد البروسيس ريكوست هيعادل هيعمل بروسيس للريكوست دوت وهيخلص الشغل كله جوه هنا.
ماشي، عايزين بقى نشوف الكلام ده ايه انعكاسه. علشان اتاكد من الكلام ده فانا محتاج فعليا ابعت شيء مع الفرونت كنترولر ده من الفرونت اند، واحنا قلنا ان احنا عندنا نافيجيشن بار، فاحنا ممكن نستخدم النافيجيشن بار دي بشكل مبدئي، ونيجي هنا عند وليكن النيوز، وهبدا احدد له اسم الكنترولر والبارامتر اللي انا عايز ابعتها. الكنترولر بتاعنا اليو ار ال اسم فرونت، والبارامتر بتتكتب بالشكل التالي، واقول له كنترولر وهديله اسم الكنترولر بتاعي. بكل بساطة ادي اليو ار ال الخاص بالفرونت كنترولر. فاكرين احنا قلنا ان الفرونت كنترولر دوت كريسورسز ليو ار ال لمابنج، واللي عايز يفهم موضوع المابنج لليو ار ال ياريت يتفرج مرة تاني على حلقة التوم كات، عشان هي اللي بتشرح المابنج بشكل كويس. تمام، فبعد كده في بارامتر هتيجي اللي هي النيوز. فاحنا بكل بساطة لو عملنا كنترول اس وشغلنا الابليكيشن بتاعنا، المفروض يظهر لنا في الكونسول هنا موضوع نيوز. فيل هو اللي فيل بشكل زي ده كده. نبص بس مع بعض. تمام، ما عنديش مشاكل هنا. ممكن نتأكد الأول، هو أصلا جام كونفيجريشن تمكات فرونت كي كلوز ويب اكس ام ال فرونت مظبوط، كنترولر فرونت كنترولر ما عنديش فيها مشاكل. هل في حاجة في الام اكس ام ال؟ كله تمام. نجرب مرة تاني، سكانينج بروجكت ريسورسز تنكيت اشتغل اشتغل. بصراحة انا معرفش جه منين الفيل، ولكن بتحصل. نشوف احنا موجودين اصلا هنا، نعمل ريفرش ونشوف ايه اللي هيتم. لما ندوس نيوز هل في حاجة تمت؟ كل اللي تم جاب لي هنا فرونت، وبعد كده ادي اهو فرونت كنترولر نيوز، وهنا الدنيا فاضيه. فاضيه ليه؟ عشان ما فيش ريسورسز تم استدعائها لسه، ولكن لما نبص هنا لازم نلاقي شيء. ايوه كنترولر از نيوز، يبقى كده نفهم ان فعليا البارامتر تم استخراجها من الكنترولر. ده بالنسبه للنيوز. طب ما تيجي نخلص باقي الحاجات التانية. لما نروح للناف بار وبكل بساطة هناخد ادي الكنترولر كنترول سي ونحطه في باوت، وبعد كده نحطه في بلوج، ونغير بس الايه المسمى الخاص بكل واحد فيهم. يبقى ده باوت وده بلوج. كل الفكرة مرة تاني، ادي اليو ار ال بتاعك، ادي البارامتر، وبيتم استخراج البارامترز دي من خلال الفرونت كنترولر. يبقى انت كده لو تلاحظ عندك هو مدخل واحد فقط لا غير لكل صفحات الجي اس بي اللي موجود عندك. بعد كده احنا هنطور الكلام ده، ولكن بشكل مبدئي عشان تشوف. مش احنا هنا شفنا ان دي نيوز، هنروح للصفحه بتاعتنا ونرجع ونعمل ريفرش، وبعد كده نشوف اباوت اس جاب لي فرونت وكتب لي هنا اباوت، لازم اروح هناك ليها برضو اباوت، ادي اباوت. وهكذا الحال برضو هيكون مع تقريبا احنا قلنا بلوك، وهكذا الحال مع بلوك بالظبط كنترولر. هنروح هنا نلاقي بلوك. كده انا عندي ثلاث صفح لازم يتم في الفترة اللي جاية استدعائهم، ويتم الديسباتش بتاعهم او تحديد الصفح دي هتتم فين. طيب انا في الحالة دي محتاج اعمل زي حاجة زي فورورد دلوقتي للصفحات دي، يعني انا محتاج اخد الصفحات دي وابعتها لمكان اعمل لها ديسباتشنج. فده بيتم في السيرفلت من خلال حاجة اسمها ريكويست ديسباتشر. ده هنعمل له برضو برايفت void، وهنقول له مثلا ديسباتش يعني وزع المهام زي ما احنا هنقول.
في الحالة دي هيوزع هو المهام بناء على ايه؟ هو لازم هيوزع مهامه بناء على شيء معين. الشيء اللي هو هيوزع المهام بتاعته بناء عليه هو هتكون الصفحة نفسها او اسم الصفحة اللي جاية له، الفيو اللي هو هيتوزع من خلاله المهام. الكنترولر دوت جاي من على الفرونت اند وشايل لو تلاحظ معايا هنا اسم الفيو، يبقى انت محتاج حاجة زي فيو ريزولفر، حاجة كده تهندل الفيو ده. دلوقتي احنا هنطلع الريكوست ديسباتشر بتاعنا، ديسباتشر هنجيبه من الجيت سيرفلت كونتكست وهنقول له دوت جيت ريكوست ديسباتشر. ده معناه ان هنا في صفحة معينة احنا هنديها له، هي الصفحة دي اللي هنشوفها تروح فين. يبقى انا لازم اديله الصفحة دي من هنا وهقول له string مثلا page، وهاجي هنا بكل بساطة وهقول له بيج. تمام، أنا بشكل مبدئي كل اللي هعمله هعمل بس هو فورورد مش أكتر من كده، وهقول له dispatcher دوت فورورد، يعني ابعت الصفحة دي لمكان تاني، ادي الريكوست مع الريسبونس. هيطلع لي طبعا اكسبشن، هقول له ثرو ديكلاريشن، اخليهم فوق هنا كنترول اس. تمام، طيب انا دلوقتي محتاج ان انا اهندل الكنترولر ده، فهاجي بكل بساطه هنا وهقول dispatch وادي عندي الريكوست، بس مكان البيج بكل بساطه هقول له خد الكنترولر كنترول اس. طبعا هيقول لي اكسبشن، هقول له برضو allow through declaration كنترول اف. تمام كده، لو تلاحظ عندك ادي البروسيس ريكوست بتاعك وادي الديسباتشر بتاعك. لو بصينا بشكل سريع على الصورة بتاعتنا لو تفتكر، ادي الفرونت كنترولر. فرونت كنترولر هيبعت للبروسيس ريكوست، اللي هو البروسيس ريكوست هيروح للكنترولر فاكتوري، وبناء على الكنترولر فاكتوري هيرجع لك بفيو ريزولفر، فيو معين هيرجع للكنترولر هيروح للديسباتشر، والديسباتشر هيرجعه للكنترولر. نفس الموضوع، ادي البروسيس ريكوست ده هنا هيبقى جوه الفاكتوري بعدين ان شاء الله، وادي عندك ادي الديسباتشر بتاعك. طيب انا ممكن بشكل سريع انا حددت الديسباتشر بتاعي هنا هيتم ازاي، ديسباتش ذس اللي هو الريكوست دوت هيروح فين. تمام، لحظة واحدة بشكل سريع ابص بس هنا على الكود كنت كاتبه. دي بالظبط دي الصفحة بتاعتنا، فده عشان نحولها بالمنظر ده بالظبط، فده يبقى موضوع مرهق. فانا هشرحهولك دلوقتي هيتم ازاي. دلوقتي انا عندي 3 صفحات على ال بسم الله ما شاء الله على الفرونت اند. انا بكل بساطة محتاج احدد اسم الصفحة اللي هتجيلي، وبناء عليه هبدأ ابعت الصفحة دي للمكان اللي انا عايزه. ازاي؟ انا دلوقتي هجي لي صفحة هقول له اف البيج، او مش البيج، هو الصح ان هي تبقى الكنترولر، دي لازم تسمى كنترولر مش بيج. سترينج ده الكنترولر اللي جاي لي، اللي بناء عليها هحدد انا الصفحة نفسها. الصفحة دي هو الفيزيكال لوكيشن بتاع الصفحة، الجيت ريكويست ديسباتشر والسيرفلت هيجيب لي الفيزيكال لوكيشن بتاع الصفحة نفسها. بقول له مثلا دوت equals ignore case، هقول له هنا على سبيل المثال لو دي بتساوي news هتعمل ايه، هاخد ده زي ما هو كده control v. control دي محمرة ليه؟ اه تمام. وفي نفس الوقت ممكن اعمل بقى else if، وهتاخد بالك ليه الموضوع فعليا بيبقى مرهق. بكل بساطة ألسف ممكن نعمل كده احنا كنترول سي كنترول في، بعد كده برضه في ألس اف تانية كنترول في. هنا لو ده نيوز، هنا لو دي اباوت، هنا لو ده بلوج. تمام، بص يا كبير يا جميل، هنا الفيزيكال لوكيشن بتاع الصفحة بتاعتنا فين؟ موجود عندي جوه ويب انف بيجز مين اسم الصفحة. بكل بساطة
هاجي هنا احدده اهو، اقول له كده ويب انف بيجز من ودي نيوز، اقول له دي نيوز دوت جي اس بي. يبقى انا كده حددت اول صفحه لو الكنترولر بتاعي هو ده، ودلوقتي هنحدد الصفحه اللي بعدها لو ده كنترولر تاني. تمام، لو عندي ده هيبقى about، ولو عندي ده هيبقى blog. تمام دوت جي اس بي. كده بالمنطق ان انا هيجي الكنترولر دوت فيه اسم الصفحة اللي انا محتاجها، هيروح الكنترولر دوت يشوف هل هو ده اسمه نيوز. لو هو اسمه نيوز ده معناه ان هو هيجيب الجزء دوت اللي هو هيشغله الديسبيتشر بتاعه. طب ماشي، نجرب كده مع بعض ونعمل تيست على الفرونت اند بشكل سريع علشان ننهي الحلقة ونبدأ في حاجة تاني ان شاء الله الحلقة اللي جاية. نشغل الفرونت ونشوف. تمام، كله اشتغل، كله اشتغل. هنروح هنا بكل بساطة نرجع نعمل ريفرش ونجرب نيوز، نيوز بيج. لو تلاحظ وادي اباوت، في مشكلة في اباوت فرونت كنترولر اباوت، هنشوفها بلوك. وادي بلوك بيج، طب ليه اباوت ما جاتش؟ كنترولر بلوك. وادي نيوز اشتغلت. لو تلاحظ كل دول جايين اصلا من الكنترولر. لو هتبص معانا هنا في الكنترولر هتلاقيهم جايين نيوز اباوت بلوك نيوز، بس بشكل ما about ما تعملهاش بروسيس. عشان ما حطيتش انا الدوت اللي هنا، مش كنترول اس، نفس عندنا ايرور اكلبس بقى انت عارفين بيرخم كده احيانا. تمام، هعمل ريفرش للصفحة بتاعتي لسه زي ما انا جوه نيوز بيج، وهتلاقي ادي انعكستها، ادي نيوز. هروح اباوت اس، ادي اباوت اس بيج اللي هي هنا، وهروح بعد كده برضه ابص على هنا، ادي اباوت، وادي الحاجة الأخيرة اللي هو البلوك بيج، وادي البلوك بيج. لو تلاحظ كده انت عندك كنترولر واحد فقط لا غير، ولكن بتتغير معاه الصفح بناء عليه. ان شاء الله في الحلقة اللي جاية هنبدأ نشيل كل يعني كل اللي انت شايفه ده، ده شغل مش صح طبعا، بس ده شرح وافي وسريع عن الفكرة العامة ازاي بتشتغل. ان شاء الله هنهندله في الحلقات اللي جاية عشان يبقى الموضوع ابسط من كده. فنشوفكم على خير في الحلقات اللي جاية. كان معاكم زميلكم احمد سامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.